حيث أكدنا خلال مباحثتنا اليوم أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما يمثله تهديد لشعوب العالم. واتفقنا كذلك على أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات. وقد استعرضت من جانبي العبء الكبير الذي تتحمله مصر في هذا المجال انطلاقا من دورها وموقعها ورسالتها عبر استضافتها لملايين اللاجئين، كما تناولت النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن. وأكدت أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة ولن يفضي سوى إلى نتائج قصيرة الأجل. في هذا الإطار تبادلنا الرؤى حول آخر تطورات الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها، واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات بما يحفظ مفهوم الدولة الوطنية ويحقق الاستقرار لشعوب المنطقة.